إذا كنت تريد أن تعرف ما هي الخطوات والأدوات المجانية التي استعملتها لربح 115 دولار على فايفر أفيليتس من 3 مبيعات فقط، وكما نرى الأرباح موجودة في البالانس لكنها سوف تصلني أول الشهر القادم، وكذلك كيف حصلت على مبيعة ب$40 على منصة كليك بانك والتي كما نرى وصلتني منذ أيام، ها هي، والتي سبقتها أرباح ب$137 من موقع سي جي أفيليتس، ها هي الأرباح $139. فكل ما عليك فعله لمعرفة هذه الخطوات والأدوات المجانية التي استعملتها هو مشاهدة هذا الشرح للأخير، لأنني في هذه الاستراتيجية سوف أشارك معكم كل الخطوات التي سوف تساعدكم في الحصول على أرباح يومية تفوق $40 بطريقة مجانية وبدون رأس مال. شاهدوا هذا الشرح أكثر من مرة إذا لزم الأمر، وإذا كانت لديكم أي أسئلة اتركوها في التعليقات وسوف أحاول الإجابة على كل أسئلتكم. أرجو أن نوصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك، وقبل أن نبدأ في الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية أول أو الكل لتصلكم إشعارات بكل الشروحات القادمة. والآن بدون تضييع المزيد من الوقت دعونا نبدأ مباشرة في الشرح. السلام عليكم ورحمة الله، معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق. إذا كنتم غير مشتركين في مجموعتنا، مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك، فأنصحكم بالاشتراك في هذه المجموعة. هنا نتشارك الاستراتيجيات ونجيب على كل الأسئلة والنقاط الغير واضحة في الشروحات الفارطة. سوف أترك لكم رابط المجموعة في صندوق الوصف، كما سوف أترك لكم حساباتي على إنستغرام وتويتر، وأرجو منكم الاشتراك في الحسابات. شرح اليوم سوف يتمحور أساسا حول الترويج للعروض والخدمات، لأن الترويج للمنتجات أو البرودكتس باستعمال هذه الاستراتيجية عادة لا يأتي بنتائج قوية. لذلك دعونا نبدأ بأول خطوة في هذا الشرح، وهي البحث عن المجال والتخصص. النيتشز أو المجالات في التسويق بالعمولة تعد بالمئات إن لم تكن بالآلاف، لكن كما قلنا نحن في هذا الشرح سوف نركز على الديجيتال برودكتس أو المنتجات الرقمية وكذلك الخدمات. سوف نبتعد عن الفيزيكال برودكتس أو المنتجات المادية. مثلا أنا سوف أختار نيتش الميك ماني أونلاين أو الربح من الإنترنت، لكنني سوف أترك لكم رابط هذه المقالة والتي تحتوي على 150 نيتش يمكنكم استهدافه. مثلا نيتش أرتيكل عند بلوك بوست رايتنج، كتابة المقالات والبلوك بوست، خدمات الاسيو، كذلك الويب ترافيك، بلوك سيت اب، لوجو ديزاين، بزنس ادفايزر وغيرها من النيتشات. كما قلت انا سوف استهدف نيتش الميك ماني اونلاين او الربح من الانترنت، وبالنسبة للتخصص سوف استهدف الاي كوميرس ويب سايت وبالتحديد متاجر شوبيفاي او شوبيفاي ستورز. اذا بهذه الطريقة انا قمت بتحديد النيتش او مجال العمل وهو الربح من الانترنت او الميك ماني اونلاين، وكذلك حددت التخصص وهو الإيكوميرس ويب سايتس وبالتحديد الشوبيفاي ستورز أو متاجر الشوبيفاي. مثلا يمكنكم اختيار نيتش ديزاين بوك كوفرز كمجال أو نيتش، والعمل على أمازون كاندل كتخصص، أو مثلا العمل على نيتش الكونتنت ماركتينج والتخصص في مجال الكوبي رايتينج أو إنشاء المقالات الحصرية، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى في هذا الشرح، لنمر إلى الخطوة الثانية وهي البحث عن كلمات مفتاحية قوية مع البحث عن مواضيع حول هذه الكلمة المفتاحية. وأفضل مكان يمكن أن نجد فيه كلمات مفتاحية قوية يمكننا استهدافها هو منصة جوجل أدز. إذن سوف نقوم بالدخول إلى ads.google.com، وإذا لم يكن لديكم حساب في جوجل أدز تضغطون على Start Now أو البدء الآن. تقومون بإنشاء حساب مجاني باستعمال حسابكم في جيميل، ثم عند الوصول إلى خطوة إنشاء حملة تضغطون على Skip for Now. أنا لدي حساب في موقع جوجل أدز، إذن سوف أضغط على Sign In أو تسجيل الدخول، وبعد الدخول إلى الحساب سوف أضغط على Tools and Settings، وهنا في Planning سوف أضغط على Keyword Planner. في هذه الخطوة سوف أضغط على Discover New Keywords أو اكتشاف كلمات مفتاحية جديدة، وفي هذه الخانة علينا إدخال الكلمة المفتاحية الرئيسية. أنا مثلا اخترت تخصص Shopify Store أو متجر Shopify، إذن في هذه الخانة سوف أكتب Shopify Store. هنا في اللغة سوف أختار English، إذن أختار English، وبالنسبة للبلد سوف أقوم بالضغط على بلدي ثم أقوم بحذفه بالضغط على زر Delete وأضغط على Save، وفي النهاية أضغط على Get Results أو
الحصول على النتائج. وها هي النتائج أصدقائي. أنا ما يهمني هو هاتان الخانتان، خانة الكيورد أو الكلمة المفتاحية، وخانة الأفريج مونثلي سيرتشز أو عدد عمليات البحث الشهري. مهمتي هي أن أجد كلمة مفتاحية تحصد على الأقل 100 بحث شهري، وفي نفس الوقت تكون المنافسة عليها ضعيفة. إذا سوف أقوم بترتيب عمليات البحث الشهري من الأعلى إلى الأقل بالضغط على هذه الخانة، خانة Average Monthly Searches. وكما نرى تم ترتيب الكلمات المفتاحية ترتيبا تنازلي. ولكي نعرف إن كانت المنافسة على هذه الكلمات المفتاحية سهلة أم صعبة، سوف نستعمل الأداة المجانية لموقع Ahrefs، أداة Keyword Difficulty Checker، والتي تطلب منا إدخال كلمة مفتاحية لتقول لنا إن كانت المنافسة على هذه الكلمة سهلة أم صعبة. إذن الآن سوف نبدأ بتجربة الكلمات المفتاحية. نقوم بأخذ أول كلمة Shopify App Store Copy، ثم نعود هنا ونقوم بلصقها في خانة البحث Paste. الدولة سوف نتركها على United States، ثم نضغط على Check Keyword، أضغط على I am not a robot. وكما نرى المنافسة على هذه الكلمة Hard يعني صعبة، لذلك لا يمكننا العمل على هذه الكلمة المفتاحية. نقوم بالمرور إلى الكلمة المفتاحية الموالية Shopify Apps Copy، نعود هنا ثم نقوم بلصقها بيست، وأضغط على Check Keyword، أضغط على I am not a robot، وكذلك المنافسة على هذه الكلمة المفتاحية Hard أو صعبة. إذا نمر إلى الكلمة المفتاحية الموالية، نقوم بنسخها Copy، ثم نعود هنا ونقوم بلصقها في خانة البحث، أضغط على Check Keyword I am not a robot، والمنافسة على هذه الكلمة Super Hard أو صعبة جدا، لذلك حتى هذه الكلمة لا يمكننا العمل عليها. إذن الآن سوف نقوم بتجربة كل هذه الكلمات المفتاحية إلى أن نجد كلمة مفتاحية تكون المنافسة عليها Easy أو سهلة، مثل هذه الكلمة المفتاحية One Product Shopify Store، والتي تحصد من 100 إلى 1000 عملية بحث شهري. وهذا يعني أنه يمكننا العمل على هذه الكلمة المفتاحية لو كانت المنافسة عليها Easy أو سهلة. دعونا نقوم بنسخها Copy، نعود هنا نقوم بلصقها في خانة البحث Paste، ثم نضغط على Check Keyword I am not a robot، وكما نرى Difficulty Score هو 9، والمنافسة على هذه الكلمة Easy أو سهلة، وبالتالي هذه الكلمة المفتاحية يمكننا العمل عليها. لكن لو تلاحظوا أصدقائي في نهاية الأمر، هذه ليست إلا مجرد كلمة مفتاحية، وبالتالي لا يمكننا العمل عليها كما هي. علينا أن نعرف ما الذي يبحث عليه مستخدمو الإنترنت حول هذه الكلمة المفتاحية، وهذا ما يمر بنا إلى القسم الثاني في هذه الخطوة، وهو البحث عن أفكار مواضيع. وهنا يأتي دور الموقع الرائع، موقع answerthepublic.com. هذا الموقع يطلب منك إدخال كلمة مفتاحية ليقدم لك الأسئلة التي يطرحها مستخدمو محرك البحث جوجل والإنترنت عموما حول هذه الكلمة المفتاحية. إذن بعد الدخول إلى موقع answerthepublic سوف نقوم بإدخال الكلمة المفتاحية هنا Paste. في الدولة سوف نتركها على United States، واللغة طبعا نتركها على English، ثم نضغط على Search، ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل. وها هي النتيجة أصدقائي، 80 سؤال طرحه مستخدمو الإنترنت أو مستخدمو محرك البحث جوجل حول الكلمة المفتاحية One Product Shopify Store. إذن يمكننا العمل على كل هذه الأسئلة التي تحتوي الكلمة المفتاحية الرئيسية، والتي بطبيعة الحال المنافسة عليها سهلة. إذن للاحتفاظ بهذه العناوين أو أفكار المواضيع، سوف نضغط على هذا السهم، سهم Export، ثم نضغط على Download the Free Version. وها قد تم تحميل ملف Excel يحتوي على كل هذه المواضيع. إذا قمنا بفتح الملف تظهر لنا كل هذه المواضيع في خانة Suggestion أو الاقتراحات. إذا كل موضوع من هذه المواضيع نقوم بإنشاء مقالة بناء عليه. من السهل جدا أن نتصدر من خلال هذه المقالة نتائج البحث، لأن المنافسة على هذه الكلمة المفتاحية سهلة. وهذا ما يمر بنا إلى الخطوة الثالثة في هذا الشرح، وهي إنشاء مقالة حصرية واختيار عروض التسويق بالعمولة. أعلم أن معظمنا لا يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وحتى من يجيدها ليس من السهل عليه كتابة مقالة حصرية باللغة الإنجليزية في نيتش معين، وخاصة إن لم يكن متخصص في هذا النيتش. وهنا يأتي دور الكنز أو الأداة المعجزة، أداة Chat GPT. هذه الأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو Artificial Intelligence لكتابة أي شيء في أي مجال تريده، بدءا من أكواد البرمجة وصولا إلى المقالات الحصرية في أي مجال أو أي نيتش تريده. سوف أترك لكم رابط أداة Chat GPT في صندوق الوصف. إذا بعد الدخول إلى هذه الصفحة سوف نضغط على Sign Up، وهنا في صفحة Create Your Account سوف نقوم بإدخال الإيميل أدرس هنا، أضغط على I am not a robot، ثم أضغط على Continue. يطلب
يطلبوا منا الموقع إنشاء باسورد أو كلمة مرور، نقوم بإنشاء كلمة مرور والضغط على كونتينيو ليقوم موقع تشات جي بي تي بإرسال رسالة تفعيل إلى حساب الإيميل الذي استعملناه في التسجيل. إذا نعود إلى حسابنا في جيميل وها قد وصلتنا الرسالة، نقوم بفتحها ثم نضغط على Verify Email Address. يطلب منا الموقع إدخال الاسم الأول والثاني، بعد ذلك سوف نضغط على Continue. ثم هنا علينا إدخال رقم الهاتف ليتم إرسال إرسالية قصيرة تحتوي على كود. كل ما علينا فعله هو إدخال هذا الكود في الخطوة الموالية ليتم تفعيل الحساب. وبمجرد أن يتم تفعيل الحساب سوف نضغط على Login، ثم نقوم بإدخال الإيميل أدرس، أضغط على I am not a robot، نقوم بحل الكابتشا، ثم نضغط على Verify ونضغط على Continue. الآن علينا إدخال الباسورد، نقوم بإدخال الباسورد ونضغط على Continue ليتم تحويلنا إلى الداشبورد أو الصفحة الرئيسية لحسابنا. واجهة الموقع سهلة جدا، هنا يمكننا بدء تشات جديد أو محادثة جديدة. طبعا المحادثة سوف تكون بيننا وبين الذكاء الاصطناعي. هنا يمكننا تغيير المود، يمكننا تحويله إلى الدارك مود أو اختيار اللايت مود. يمكننا أيضا الدخول إلى حساب ديسكورد لموقع أوبن أي آي صاحب هذه الأداة. كما يمكننا معرفة الأبديتس أو التحديثات لهذه الأداة. وفي النهاية يمكننا الخروج من الحساب. أما في هذه الواجهة يوجد مكان لوضع الريكوست أو الطلب وزر لإرسال الرسالة. الآن كل ما علينا فعله هو العودة إلى قائمة المواضيع التي استخرجناها منذ قليل. نقوم بنسخ هذا الموضوع مثلا What is one product Shopify store copy. نعود إلى أداة chat ونقوم بلصق السؤال هنا، ثم نضيف question mark أو علامة استفهام. إذن أضيف علامة استفهام ونقوم بطرح هذا السؤال. لاحظوا معي ما الذي سيحدث أصدقائي. وكما ترون يقوم الموقع أوتوماتيكيا بكتابة مقالة حصرية حول هذا السؤال. قامت الأداة بكتابة هذه الفقرة، لكن الفقرة قصيرة جدا. ما الذي يمكننا فعله الآن؟ بكل بساطة سوف أطرح على الأداة سؤال Can you write more about it؟ هل يمكن أن تكتب لي أكثر حول هذا الموضوع؟ إذا أقوم بإرسال الرسالة. وكما نرى قال لي شور، وبدأ بتحرير فقرة جديدة يطرح فيها نقاط أكثر حول موضوع One Product Shopify Store. وها قد انتهت الأداة من تحرير المحتوى. كما نرى ها هي الفقرة الأولى والفقرة الثانية التي قدم فيها نقاط أكثر حول هذا الموضوع. يمكننا مثلا في النهاية أن نطلب منه خاتمة أو conclusion حول هذا الموضوع. إذن سوف أكتب Can you write A conclusion about it. هل يمكنك كتابة خاتمة حول هذا الموضوع؟ وأقوم بالإرسال. وكما نرى يبدأ الموقع في كتابة الخاتمة أو الconclusion. وبهذه البساطة أصبحت لدي مقالة كاملة متكونة من مقدمة وموضوع وخاتمة حول هذا السؤال الذي طرحه مستخدمو الإنترنت، والذي بطبيعة الحال يحتوي الكلمة المفتاحية الرئيسية التي يمكنني المنافسة عليها بكل سهولة. الآن سوف نقوم بفتح بلوك نوت ونقوم بنسخ ولصق هذه المقالة. إذا نبدأ بالعنوان copy ونقوم بلصقه هنا paste. نعود إلى السطر ونقوم بنسخ المقدمة copy، ثم نقوم بلصقها هنا paste. نعود إلى السطر ونقوم بنسخ محتوى المقالة، طبعا بدون كلمة شور، لأن كلمة شور هي إجابة الروبوت أو الذكاء الاصطناعي إلينا عندما طلبنا منه أن يكتب أكثر حول هذا الموضوع. إذا أقوم بنسخ موضوع المقالة copy وأقوم بلصقه هنا paste. وفي النهاية نقوم بنسخ ولصق الخاتمة copy ثم paste. إذن ها هي مقالتنا أصدقائي. لكن قبل أن نقوم باستخدام هذه المقالة علينا أن نتأكد أنها حصرية، وذلك باستعمال موقع plagiarismdetector.net. ولمن لا يعرف ما معنى plagiarism، هو بكل بساطة المحتوى المكرر. كي نتمكن من تصدر نتائج البحث علينا أن نقدم محتوى حصري بنسبة 80% على الأقل. دعونا الآن نتأكد إن كان هذا المحتوى حصري أم لا. إذن سوف نعود إلى البلوك نوت ونقوم بنسخ هذه المقالة copy، ثم نقوم بلصقها هنا paste. نقوم بالنزول إلى الأسفل بعض الشيء ونضغط على check plagiarism وننتظر قليلا حتى يقوم الموقع بالتحقق من حصرية المقالة. والحمد لله كما نرى المقالة unique أو حصرية بنسبة 100%، وهذا يعني أنه يمكننا أن نتصدر نتائج البحث باستعمال هذه المقالة. الآن وبعد أن حصلنا على مقالتنا الحصرية، إذا قمنا بترويجها بهذا الشكل فلن نربح منها أي شيء. لذلك دعونا نقوم بتطبيق القسم الثاني من هذه الخطوة، وهو اختيار عروض التسويق بالعمولة المناسبة. ودعوني أقول لكم
لكم أصدقائي أنه بتطبيقكم لهذه الاستراتيجية أنتم أمام عدد لا نهائي من طرق الربح من التسويق بالعمولة. ودعوني أعطيكم مثال بسيط عن طريقة الربح من 3 مواقع مختلفة في نفس المقالة. أنا في هذه المقالة تحدثت عن شوبيفاي ستورز أو متاجر شوبيفاي. إذن أول عرض أو موقع يمكنني أن أربح منه هو نظام التسويق بالعمولة أو الأفليت بروجرام لموقع شوبيفاي نفسه. إذن بعد الدخول إلى shopify.com سوف أقوم بالنزول إلى الأسفل، وهنا سوف أضغط على Affiliates. بعد ذلك سوف أضغط على Apply Now ليتم تحويلي إلى منصة impact.com والتي تحتوي على نظام التسويق بالعمولة لموقع شوبيفاي. إذن بكل بساطة يمكنني إنشاء حساب في هذه المنصة، وكما نرى أرباحي سوف تكون $150 لكل شخص يقوم بالتسجيل في شوبيفاي عن طريق رابط التسويق بالعمولة الخاص بي ويقوم بترقية حسابه. وهذا طبعا ما يفعله معظم مستعملي شوبيفاي، لأن هذه المنصة تقدم لك فترة تجريبية ثم عليك ترقية حسابك لكي لا يتم قفل متجرك. إذن كل شخص سوف يصل إلى هذه المقالة ويقرر أن يبدأ في العمل في الإي كوميرس عن طريق إنشاء متجر شوبيفاي فسوف يتسجل من خلال رابط التسويق بالعمولة الخاص بي. إذن فلنفترض أنني قمت بالتسجيل في نظام التسويق بالعمولة الخاص بشوبيفاي وحصلت على رابط التسويق بالعمولة الخاص بي. إذن سوف أقوم بفتح بلوك نوت وأكتب شوبيفاي أفيلي لينك نقطتين وأقوم بلصق الرابط. الطريقة الثانية التي سوف أربح منها عن طريق المقالة الحصرية التي قمت بإنشائها هي الخدمات. وطبعا لا يمكننا التحدث عن الخدمات دون أن نذكر موقع fiverr.com. إذا دخلنا إلى الكوميشن بلان لموقع fiverr.com سوف نلاحظ أنني إذا قمت بترويج خدمة في مجال الويب سايت بيلدرز and CMS سوف أحصل على عمولة $40، وهذا طبعا النيتش الذي تندرج تحته خدمات شوبيفاي. إذن كل ما علي فعله الآن هو البحث عن خدمات جيدة لإنشاء وتطوير متاجر شوبيفاي. إذن سوف أقوم بالدخول إلى حسابي في فايفر، أضغط على ساين إن ثم أضغط على كونتينيو، وهنا في خانة البحث سوف أكتب شوبيفاي ثم أقوم بالبحث. هنا في سورت ريزالتس باي أو ترتيب النتائج حسب سوف أختار Best Selling أو الأكثر مبيعات. وهنا كما نرى يوجد هذه الخدمة I will create one product Shopify dropshipping store، وهذا بالضبط ما نتحدث عنه نحن في المقالة. إذن كيف يمكنني الترويج لهذه الخدمة؟ سوف أقوم بفتحها. الخدمة لديها تقييم 4.9 من 5 وقام 877 شخص بتقييمها. إذن تعتبر الخدمة جيدة جدا. الآن سوف أقوم بنسخ هذا الرابط وصولا إلى نقطة الاستفهام. إذن كوبي، ثم سوف نتوجه إلى حسابنا في فايفر أفيليتس. طبعا عملية إنشاء حساب فايفر أفيليتس سهلة جدا، سوف أترك لكم رابط التسجيل في منصة فايفر أفيليتس في صندوق الوصف. إذن بعد إنشاء الحساب والدخول إلى الداشبورد سوف نضغط على ماركتينج تولز ثم نضغط على ديفولت اند ديب لينكس. بعد ذلك سوف نضغط على LP URL ونقوم بلصق رابط الخدمة هنا بيست، ثم نضغط على علامة الصح الزرقاء والرابط الذي سوف نقوم باستعماله لترويج هذه الخدمة ما هو Fiverr CPA. إذن أقوم بنسخ هذا الرابط، دعونا نقوم بالدخول إليه في متصفح مخفي Paste and Go، وكما نرى ها هي الخدمة. وهنا في UTM Source يوجد هذا الرقم 41-56-10 والذي هو لو تلاحظوا الID الخاص بي في Fiverr Affiliates. إذن كل شخص سوف يقوم بشراء هذه الخدمة من خلال هذا الرابط سوف نحصل نحن على عمولة بقيمة $40. إذن دعوني أقوم بنسخ اسم الخدمة Copy وأقوم الاحتفاظ بها في البلوك نوت نقطتين. بعد ذلك أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لهذه الخدمة هكذا وأقوم بلصقه في البلوك نوت. دعونا الآن نفترض أن بعض الأشخاص الذين سوف يدخلون إلى المقالة سوف يكون لديهم أصلا متجر شوبيفاي، هل يمكننا أن نقدم خدمة لهؤلاء الأشخاص؟ الإجابة وبكل تأكيد هي نعم. سوف نعود إلى خانة البحث في fiverr.com ونكتب شوبيفاي سيلز ثم نقوم بالبحث. كالعادة نقوم بترتيب النتائج حسب البست سيلينج أو الأكثر مبيعات ونختار مثلا هذه الخدمة I will do Shopify store SEO to boost organic sales traffic and Google ranking. سوف أقوم بتحسين ترتيب متجرك على جوجل وزيادة مبيعاتك. إذن أقوم بفتح هذه الخدمة، أقوم بنسخ العنوان كوبي أحتفظ به في البلوك نوت هكذا نقطتين، والآن سوف أقوم باستخراج رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لهذه الخدمة. إذن كالعادة أقوم بنسخ الرابط هكذا كوبي، أعود إلى حسابي في
فايفر افيليتس اضغط على LPURL واقوم بلصق الرابط هنا بيست، ثم اضغط على علامة الصح الزرقاء، اقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي هنا في فايفر CPA كوبي، ثم اقوم بتجربته في متصفح مخفي. ها هي الخدمة اصدقائي، وكالعادة ها هو الاي دي الخاص بي. اذا اقوم بلصق هذا الرابط في البلوك نوت بيست. وهذه كانت الطريقة الثانية التي يمكن ان نربح منها من نفس المقالة. اما الطريقة الثالثة فهي بطبيعة الحال عروض التسويق بالعمولة الموجودة في المنصات مثل كليك بانك، جيفيزو، وورير بلاس، ديجيستور 24 وغيرها من منصات التسويق بالعمولة. إذا دخلنا إلى الماركت بليس في كليك بانك وكتبنا شوبيفاي ثم نقوم بالبحث، سوف نجد عشرات العروض المهتمة بمجال الإي كوميرس وخاصة منها متاجر شوبيفاي، مثل عرض كونفيرشيو بوت والتي تصل فيه العمولة إلى 296 دولار. هذا العرض متخصص في زيادة مبيعاتك في متجرك الإلكتروني ويمكن استعماله في جميع منصات المتاجر الإلكترونية ومن بينها طبعا شوبيفاي. إذن للترويج لهذا العرض سوف أضغط على Promote ثم أضغط على Create Hop Link، أضغط على Copy لنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي، ودعونا نقوم بالدخول لصفحة المنتج لنقوم باستخراج Call to Action. ولتكن مثلا هذه Call to Action Transform your website into an automated leads and sales bot، أقوم بنسخها Copy، أعود إلى البلوك نوت وأقوم بلصقها هنا، ثم أضيف To Generate 6386 Sales في 6 أشهر، كوبي بيست نقطتين وأقوم بنسخ ولصق رابط التسويق بالعمولة الخاص بي، كوبي ثم بيست. نفس الشيء ينطبق على منصات جيفيزو وورير بلاس. إذن هنا في فايند برودكتس سوف أضغط على فيلترز، وهنا في الكيورد سوف أكتب شوبيفاي، بعد ذلك أضغط على سيرتش، وكما نرى ها هي عشرات العروض المتخصصة في متاجر شوبيفاي، مثل عرض كاستم بليكس فور شوبيفاي سعره تقريبا 400 دولار والعمولة تصل إلى 40% أي في حدود 180 دولار. إذا أردنا الترويج لهذا العرض سوف نضغط على ريكويست أبروفل ونقوم بمراسلة الفندور أو البائع كي نتمكن من الحصول على رابط التسويق بالعمولة الخاص بنا. وكنت قد شرحت الطريقة الصحيحة للقبول في كل عروض جيفيزو وورير بلاس، رابط الشرح يظهر لكم الآن في علامة الآي، يمكنكم العودة إليه ومشاهدته. كذلك في وورير بلاس إذا كتبنا هنا شوبيفاي ثم قمنا بالبحث سوف نجد الكثير من العروض الجيدة جدا التي يمكننا الترويج لها والربح منها عن طريق مقالتنا. وكان هذا مثال من بين مئات الأمثلة لطرق عديدة للربح من التسويق بالعمولة من خلال مقالة واحدة فقط. دعونا الآن نمر إلى الخطوة الرابعة في هذا الشرح، وهي نشر المقالة في مواقع الترافيك المجاني. الموقع الأول الذي لن نستعمله فقط في جلب الترافيك ولكن أيضا في تصدر نتائج البحث هو موقع كورا.com. موقع كورا يحصد 775 مليون زيارة شهرية، جلها من اليونايتد ستيتس أو من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما يجعلني أعمل كثيرا على موقع كورا ليس عدد الزيارات التي يحصدها، بل الأثوريتي ريت أو المصداقية التي يعطيها له محرك البحث جوجل. وطبعا الأثوريتي ريت هي واحدة من العوامل الأساسية التي تجعل أي مقالة تتصدر نتائج البحث. إذا دخلنا إلى محرك البحث جوجل وقمنا بكتابة الكلمة المفتاحية التي نستهدفها، ها هي بيست، ثم قمنا بالبحث وقمنا بفتح أول نتيجة تظهر لنا، سوف نجد هذه المقالة وهي لموقع debeautify.com. دعونا نقوم بنسخ رابط هذا الموقع كوبي، ثم نتوجه إلى أداة Website Authority Checker التابعة لموقع Ahrefs، نقوم بلصق الدومين نيم أو الرابط هنا، ثم نضغط على Check Authority لنعرف مدى مصداقية هذا الموقع أو والدومين نيم عند محرك البحث جوجل. إذا أضغط على I am not a robot، وكما نرى الأثوريتي ريت أو الدومين ريتينج هو 86. أما إذا استعملنا نفس الأداة لنعرف الأثوريتي ريت أو مصداقية موقع كورا.com عند محرك البحث جوجل، إذا أكتب كورا.com وأضغط على Check Authority I am not a robot، وهنا يمكننا ملاحظة الفرق. كورا.com لديه authority rate 91، بينما الموقع المتصدر الآن في الكلمة المفتاحية التي نستهدفها لديه authority rate 86. إذا قمنا بكتابة مقالة حصرية تجيب على هذا السؤال أو تستعمل هذه الكلمة المفتاحية What is one product Shopify store؟ وقمنا بترويجها في موقع كورا.com، فعلى الأغلب نحن من سيتصدر نتائج البحث. لن أقوم بإنشاء حساب جديد وإعداده في هذا الشرح لأنني كنت قد شرحت الطريقة بالتفصيل في شرح فارط. الشرح يظهر لكم الآن في علامة الآي في الأعلى، يمكنكم الرجوع إليه لمعرفة كيفية إنشاء حساب احترافي في موقع كورا.com
وإعداده. إذا بعد أن تقوموا بتسجيل الدخول في حسابكم في موقع كورا.com سوف يتم تحويلكم إلى الداشبورد، وهنا سوف نضغط على علامة الأشخاص أو Spaces، نضغط هنا، نضغط على See All Spaces، ثم نضغط على Create a Space. في النيم أو اسم Space أو المجموعة سوف نقوم بوضع الكلمة المفتاحية الرئيسية، وهي طبعا عنوان المقالة. أقوم بنسخه ثم أقوم بلصقه هنا في البريف ديسكريبشن أو وصف المجموعة. سوف نقوم بوضع وصف صغير ونضع فيه الكلمة المفتاحية، مثلا أنا كتبت Here you will learn how to create an optimized one product Shopify store. هنا سوف تتعلم كيفية إنشاء متجر شوبيفاي متطور لمنتج واحد. بعد ذلك سوف أضغط على Create، أضغط على Skip Importing، ثم أضغط على Skip مرة أخرى، وها قد تم إنشاء Space أو الجروب. الآن سوف نقوم سريعا بإعداده، وذلك بإضافة كوفر وكذلك إضافة صورة للسبيس. للقيام بذلك سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل بعض الشيء، وهنا في Edit Visuals for your space سوف نضغط على هذا السهم ونضغط على Edit Visuals. في الآيكون سوف نضع لوجو منصة شوبيفاي. إذا نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب شوبيفاي لوجو، بعد ذلك نضغط على Images ونختار مثلا هذه الصورة Save Image As، أحدد سطح المكتب وأضغط على Save. أعود الآن إلى Space، هنا في Icon أضغط على هذا القلم وأقوم باختيار صورة لوجو شوبيفاي، أضغط على Open. بعد ذلك سوف نضيف الكفر فوتو. إذا سوف نعود إلى محرك البحث جوجل ونكتب شوبيفاي إنكام، نختار مثلا هذه الصورة، نقوم بتسجيلها على سطح المكتب، Save. أعود هنا وفي الكفر فوتو نضغط على Edit Cover Image، أقوم بلصق اسم الصورة وأضغط على Open، وفي النهاية أضغط على Done. دعوني أقوم بتحديث الصفحة لتظهر Space بهذا الشكل. والآن يمكننا إضافة المقالة، سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل ونضغط هنا، وهنا يمكننا إما إضافة Post أو سؤال. نحن سوف نقوم بإضافة سؤال لأن الأسئلة على كورة عادة ما يأتيها عدد زيارات أكبر. إذن سوف نقوم بطرح السؤال، والذي سوف يكون طبعا عنوان مقالتنا. أقوم بنسخه Copy، ثم أقوم بطرح السؤال هنا Paste، وأضغط على Ask. أقوم بغلق هذه النافذة، والآن بكل بساطة سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال من خلال مقالتنا. إذن بعد طرح السؤال سوف نضغط على Answer أو أجب، ونقوم بنسخ ولصق مقالتنا. أول شيء سوف نقوم بنسخ المقدمة Copy، ثم نقوم بلصقها هنا Paste، ثم سوف نعود إلى السطر ونقوم بإضافة صورة. نختار مثلا هذه الصورة من محرك البحث جوجل، نقوم بتسجيلها على سطح المكتب، Save. ثم نعود إلى مقالتنا في كورة، وهنا في الأسفل سوف نضغط على علامة ميديا، نختار الصورة ونضغط على Open. ها قد تم إضافة الصورة. الآن سوف نقوم بنسخ ولصق بقية المقالة. إذا نعود إلى المقالة ونقوم بنسخ بقيتها Copy، نعود إلى كورة ونقوم بلصقها. وقبل أن نقوم بنشر هذه المقالة سوف نقوم بإضافة روابط التسويق بالعمولة التي استخرجناها منذ قليل. إذا أول رابط هو رابط التسويق بالعمولة الخاص بنا لمنصة شوبيفاي. إذا سوف أقوم بنسخ الرابط Copy، ثم أختار كلمة شوبيفاي في أي مكان في المقالة مثل هذه الموجودة في المقدمة، أقوم بتظليلها، ثم أضغط على علامة الأي وأضغط على زر Add Link. أقوم بلصق رابط التسويق بالعمولة الخاص به هنا Paste، وأضغط على Add. وكما نرى أصبحت كلمة شوبيفاي ستور عبارة على رابط يقوم بتحويل الزائر إلى منصة شوبيفاي. وبالتأكيد إذا قام العميل بشراء عضوية سوف أحصل على عمولة قدرها $150. الآن سوف أقوم بتظليل الكلمة مرة أخرى وأقوم بجعلها بولد كي تكون أوضح. نقوم بالنزول إلى الأسفل، والآن سوف نقوم بإضافة بقية الروابط. نأتي بعد الفقرة الثانية مثلا ونقوم بإضافة Call to Action لأول خدمة من خدمات فايبر، والتي هي طبعا عبارة عن خدمة إنشاء متجر شوبيفاي. إذا كتبت مثلا If you want to create an optimized one product Shopify dropshipping store سوف أضيف Click here. الآن سوف أقوم بتظليل كلمة Click here، أجعلها بولد. بعد ذلك سوف أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لهذه الخدمة Copy، ثم أضغط على علامة إضافة لينك أو رابط وأقوم بلصق رابط التسويق بالعمولة الخاص بي وأضغط على Add. وبهذه الطريقة نحن أضفنا أول خدمة. بعد ذلك سوف نأتي قبل الخاتمة مثلا ونقوم بوضع Call to Action لترويج الخدمة الثانية. الخدمة هي لتحسين ترتيب متجرك في محرك البحث جوجل وزيادة مبيعاتك. إذا في Call to Action سوف أكتب If you want to boost your Shopify store's organic sales, traffic
and Google Ranking إذا كنت تريد تحسين ترتيب متجرك في محرك البحث جوجل والحصول على زيارات أكثر ومبيعات أكثر Check This. إذا سوف أقوم بتظليل كلمة Check This أجعلها Bold، والآن سوف أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لهذه الخدمة Copy، أضغط على علامة إضافة رابط، أقوم بلصق الرابط هنا Paste وأضغط على Add. إذن الآن وضعنا 3 روابط تسويق بالعمولة، وفي نهاية المقالة سوف نضيف العرض الرابع والذي قمنا بإنشاء الكول تو أكشن الخاصة به منذ قليل. إذن سوف أقوم بنسخ الكول تو أكشن Copy، أقوم بلصقها هنا Paste، بعد ذلك أضيف Click here to start. أقوم بتظليل كلمة Click here to start أجعلها Bold. أقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي Copy، أضغط على زر إضافة رابط، أقوم بلصق الرابط هنا Paste وأضغط على Add، وفي النهاية أضغط على Post. وها هي مقالتنا على موقع كورا أصدقائي، مقالة حصرية ومنظمة جدا وفيها 4 روابط تسويق بالعمولة والتي يمكن أن نربح منها جميعا. والآن سوف نقوم باستخراج رابط هذه المقالة لأننا سوف نحتاجه بعد قليل. إذا أضغط على السؤال ثم نقوم بنسخ هذا الرابط Copy. دعونا نقوم بالدخول إليه في متصفح مخفي. إذن ها هو السؤال وتحته مباشرة توجد مقالتنا. إذن سوف أعود إلى البلوك نوت وأكتب كورا نقطتان وأقوم بلصق الرابط. الموقع الثاني والذي سوف نستعمله أيضا في تصدر نتائج البحث هو موقع medium.com. هذا الموقع يحصد أكثر من 147 مليون زيارة شهرية، ومعظمها طبعا من United States أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يهمنا نحن هو أن هذا الموقع لديه authority rate 94، وبالتالي إذا كانت لدينا مقالة حصرية وقمنا بنشرها في هذا الموقع فمن السهل جدا، وخاصة إذا كانت الكلمة المفتاحية التي نستهدفها ليس عليها منافسة، أن نتصدر نتائج البحث. إذا بعد الدخول إلى موقع medium.com، وطبعا سوف أترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف، سوف نضغط على Get Started ثم نضغط على Sign Up with Email. نقوم بإدخال الإيميل ونضغط على Continue. تم إرسال رسالة تفعيل لحسابنا في جيميل، سوف أضغط على OK ثم أعود إلى حسابي في جيميل وها قد وصلتنا الرسالة. نقوم بفتحها ونضغط على Create Your Account. نقوم بإدخال اسمنا بالكامل ونضغط على Create Account. هنا علينا اختيار 3 مواضيع تهمنا، وليكن مثلا تكنولوجي، بروغرامينج، سوفتوير انجينيرينج، واضغط على كونتينيو. قبل ان نقوم بنشر المقالة في موقع medium.com علينا اعداد الحساب. اذا سوف اضغط على الصورة هنا في الاعلى في اليمين واضغط على settings، بعد ذلك سوف اضغط على profile information، وسوف نقوم باضافة صورة للحساب. كي لا نقوم بانتهاك خصوصية اي شخص سوف نقوم بالدخول الى موقع this person does not exist، والذي يقدم لنا صور لأشخاص تمت صناعة ملامحهم عن طريق الذكاء الاصطناعي. هؤلاء الأشخاص ليسوا موجودين في الواقع. إذن سوف أقوم مثلا بتسجيل هذه الصورة على سطح المكتب Save Image As، أضغط على Save ثم أعود إلى حسابي في Medium، وهنا في Photo سوف أضغط على Update. أقوم باختيار الصورة، ها قد تم إضافة الصورة، والآن سوف نقوم بإضافة بايو صغير أو وصف نتحدث فيه عن أنفسنا. مثلا أنا كتبت Hi I am، يمكنكم وضع أي اسم مستعار، An expert in e-commerce and digital marketing، أنا متخصص في الإيكوميرس. بعد ذلك سوف أضغط على Save، والآن في أعلى الصفحة سوف نضغط على Write، وهنا يمكننا نسخ ولصق مقالتنا. إذن كالعادة سوف نبدأ بالعنوان What is one product Shopify store، أقوم بنسخه Copy ونضعه هنا في Title Paste. نعود إلى السطر ونبدأ بنسخ ولصق جميع الفقرات. أقوم بنسخ المقالة كاملة Copy، وهنا في Tell Your Story أضغط على Paste. نأتي بعد الفقرة الأولى نعود إلى السطر، نضغط على علامة البلاس ثم نضغط على Add an Image أو إضافة صورة. نختار مثلا هذه الصورة، ثم سوف نقوم بوضع الكول تو أكشن وروابط التسويق بالعمولة تماما كما فعلنا في موقع كورا. إذن أول رابط هو رابط منصة Shopify Copy، أعود هنا أقوم بتظليل كلمة Shopify Store ثم أضغط على علامة Insert Link، أقوم بلصق الرابط وأضغط على Enter، ثم أقوم بجعل هذه الكلمة Bold. نأتي بعد الفقرة الثانية مثلا ونقوم بلصق الكول تو أكشن، نضيف Click here، ثم نقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة لأول خدمة على موقع Fiverr Copy. نعود إلى مقالتنا في Medium، نقوم بتظليل كلمة Click here نجعلها Bold، نضغط على علامة إضافة رابط، نقوم بلصق الرابط والضغط على Enter، ثم قبل الخاتمة سوف نقوم بوضع الكول تو أكشن الثانية. إذن ها هي، أقوم بنسخها من مقالتي في كورا
كوبي، نعود هنا ونقوم بلصقها بيست، ثم نضيف كالعادة كليك هير، نقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة للخدمة الثانية كوبي، نقوم بتظليل كلمة كليك هير نجعلها بولد، ونقوم بالضغط على علامة الرابط، نقوم بلصق الرابط والضغط على انتر، وفي النهاية نقوم بوضع الكول تو اكشن الأخيرة، ها هي كوبي، نأتي بعد المقالة مباشرة ونقوم بنسخها بيست. رابط التسويق بالعمولة موجود أصلا، إذا سوف نتركه، وفي النهاية نضغط على بابلش. هنا في هذه الخانة علينا وضع بعض الكلمات المفتاحية التي سوف تساعد مستخدمي موقع ميديوم في الوصول إلى مقالتنا. إذا سوف أضع مثلا شوبيفاي، شوبيفاي ديفلوبمنت، اي كوميرس، اونلاين بزنس، وايضا ديجيتال ماركتينج، ثم اضغط على بابليش ناو، وهي قد تم نشر المقاله بنجاح. اذا ها هي مقالتنا، والان كالعاده سوف نقوم باستخراج رابط هذه المقاله على موقع ميديوم. اذا هنا في الاعلى سوف اضغط على علامه الرابط، ها هي كوبي لينك، واقوم بالاحتفاظ بهذا الرابط في البلوك نوت، اذا ميديوم نقطتان، واقوم بلصق الرابط. والان لكي نساعد واحده من هذه المقالات على الظهور في نتائج البحث في أسرع مدة ممكنة، دعونا نمر إلى الخطوة الخامسة والأخيرة في هذا الشرح، وهي طلب أرشفة هذه المقالات وإضافة الروابط الخلفية. الموقع الأول الذي سوف نستعمله في طلب أرشفة مقالاتنا هو موقع pengler.com. إذا بعد الدخول إلى موقع pengler.com سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل، وهنا كما هو مكتوب ping your URL for free. أول شيء يطلب منا اسم المقالة، إذا سوف أقوم بنسخ اسم المقالة، ها هو copy، أقوم بوضعه هنا. بعد ذلك يطلب منا رابط المقالة، إذا سوف نبدأ برابط مقالتنا على موقع كورا كوبي، أقوم بلصق الرابط هنا بيست، وفي الكاتيجوري سوف أختار إنترنت أند أونلاين وكذلك ماركتينج، ثم نضغط على بينج وننتظر قليلا حتى تتم عملية الاندكسينج أو طلب الأرشفة، وها قد تمت العملية بنجاح كما نرى، بينج بروسيسينج كومبليت. الآن سوف نقوم بنفس الشيء لكن للمقالة في موقع ميديوم. إذا سوف نعود إلى موقع بينجلر، نقوم بنسخ العنوان مرة أخرى ونقوم بلصقه هنا، لكن هذه المرة في الرابط سوف نقوم بوضع رابط المقالة في موقع medium.com. كوبي، أقوم بلصق الرابط هنا بيست، أختار كالعادة إنترنت أند أونلاين ماركتينج، واضغط على بينج وننتظر قليلا حتى انتهاء العملية، وهي قد انتهت العملية بنجاح، بينج بروسيسينج كومبليت. الموقع الثاني والذي سوف نستعمله في الحصول على روابط خلفية أو باك لينكس، والذي بالتالي سوف يسرع عملية أرشفة مقالاتنا في محرك البحث جوجل، هو موقع indexking.io. إذا بعد الدخول إلى الموقع سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل، وهنا سوف نضع روابط مقالاتنا. إذا أقوم بنسخ الرابط الأول والذي يخص موقع كورا كوبي بيست، أعود إلى السطر وأقوم بنفس الشيء بالنسبة للمقالة الموجودة على موقع ميديوم، كوبي ثم بيست، بعد ذلك أضغط على Rapid Index، وهي قد بدأت عملية إنشاء الباك لينكس أو الروابط الخلفية في مجموعة من المواقع، وكلما كان لديك باك لينكس أو روابط خلفية أكثر كلما ساعد هذا محرك البحث جوجل على أرشفة مقالتك، وهي قد تم إنشاء أكثر من 1000 باك لينك أو رابط خلفي إلى حد الآن، ومن المحتمل أن يقوم الموقع بإنشاء أكثر من 15000 باك لينك. وكما نعلم الباك لينكس أو الروابط الخلفية مهمة جدا للحصول على authority rate عالي، وبالتالي الظهور في أوائل نتائج البحث. الموقع الأخير والذي سوف نستعمله في إشعار محركة البحث بوجود مقالاتنا هو موقع pinkfarm.com. إذا بعد الدخول إلى موقع pinkfarm سوف نقوم بإدخال الروابط هنا، إذا أقوم بإدخال رابط المقالة على موقع كورا كوبي بيست، أعود إلى السطر وأقوم أيضا بنسخ ولصق المقالة الموجودة على موقع ميديوم، كوبي بيست، ثم أضغط على ماس بينج، ليقوم الموقع أوتوماتيكيا بإشعار كل محركة البحث أن هنالك رابط جديد أو رابط تم تحديثه وعليكم أرشفته. كل ما عليكم فعله الآن أصدقائي هو اختيار نيتش وكذلك تخصص يكونان في الديجيتال برودكتس أو المنتجات الرقمية، بعد ذلك البحث عن كلمات مفتاحية قوية تكون عليها عمليات بحث شهري محترمة وفي نفس الوقت منافسة ضعيفة، واستخراج مواضيع في هذه الكلمة المفتاحية، ثم استعمال الأداة الرائعة أداة شات
جي بي تي لإنشاء مقالات حصرية بناء على أفكار المقالات التي قمتم باستخراجها من موقع answerthepublic.com ونشر هذه المقالات الحصرية على موقع كورا وكذلك موقع medium.com مع إضافة روابط التسويق بالعمولة التي سوف تربحون منها. وبإذن الله بعد أيام قليلة من طلب أرشفة وكذلك إنشاء الباك لينكس أو الروابط الخلفية باستعمال موقع indexking.io وكذلك موقع pinkfarm.com وموقع pingler.com سوف تبدأون في حصد نتائج هذه الاستراتيجية وذلك بحصولكم على أرباح يومية تفوق $40. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح اليوم. إذا أعجبكم الشرح لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية all أو الكل لتصلكم إشعارات بكل الشروحات القادمة. أنا لم يبقى لي إلا أن أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وأراكم بإذن الله في شرح لاحق.